عبر سكايب من بون الألمانية. معي رئيس المركز الأوروبي للدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد جاسم. إذا وفق تيريزا ماي، إذا تأكد الهجوم بأنه إرهابي سيكون من أكثر الهجمات فتكا منذ عام 2005. كيف يمكن أن نربط هذا خاصة مع كونه الأكثر فتكا بموضوع بريكزيت؟ ما يتعلق في العمليات التي تعرضت لها بريطانيا، كانت عملية أنفاق لندن في 2005 هي أكثر العمليات الدموية. لذلك وقوع هذا الحادث اليوم يوم 23 من عام 2017 مايو هو يختزل جميع الأحداث التي مرت على بريطانيا من عمليات إرهابية. العمليات الإرهابية التي نفذت في بريطانيا خلال يعني ما بعد أنفاق لندن لحد الآن هي كانت يعني من تنفيذ ذئاب منفردة في الغالب، وتستخدم عملية الدس أو الطعن ووسائل غير محظورة. لكن الآن المشهد اختلف، كون أنه المستخدمة المواد المستخدمة هي متفجرات مفرقعات، إضافة إلى أنه عدد الضحايا تعتبر هذه العملية عملية نوعية يقفز بها التنظيم يعني من يعني نمط العمليات ذات يعني شخص واحد ينفذ العملية ذئاب منفردة ومرتبطة بالتنظيم إلى عملية ربما تكون أكثر من شخص. يذكر إذا سمحتي لي بأنه ما جاء في إعلان تنظيم داعش وتبنيه العملية ذكر بأنه جزء من جنود الخلافة، وهذه إشارة بأن هذا الشخص المنفذ هو مرتبط بالتنظيم. إضافة إلى ذلك ذكر عبارة مفرزة، مفرزة يعني هنالك أكثر من شخص متورط في هذه العملية. نعم. يعني هذا بصحيح هذا الكلام الذي أعلنه التنظيم، لأنه من ضمن الأشياء اللي من المفروض لا نعرفها حتى الآن هو إذا كان فرد مهاجم هو الذي نفذ هذا الموضوع أم تابع لهذه الجماعة؟ لحتى الآن غير واضح. تصريحات الشرطة الأولية ذكر بأن هذا الشخص هو منفرد نفذ العملية، لكن صحيح. ما جاء في الإعلان هو غير هذا الشيء. برغم أنه إعلان تنظيم داعش هذه المرة وكالة أعماق يختلف، لم يذكر الكنية لهذا الشخص ولا يذكر أي تفاصيل، حتى أسلوب التنفيذ ماذا يعني مختلفة. هذا يعني أنه هنالك ربما نوع من الشكوك، بالرغم أن وكالة أعماق يعني هي يعني قائمة العمليات التي تعلن عنها سابقا خلال سنوات طويلة هي كانت تتمتع بمصداقية، لكن هذا يعني بأنه وكالة أعماق لا تتوفر لديها معلومات كاملة حول الشخص. يذكر بأن الآلية التي يتم تنفيذ مثل هذا النوع من العمليات يترك شخص يرتبط في التنظيم بحيث أنه يعطي أما فيديو أو تسجيل أو رسالة صورة على الأقل أو مبايعة للتنظيم. هذا لم يحدث في هذه العملية لحتى لا، ربما يتم الكشف عنها لاحقا. نعم. ما الذي يرجحه هذا الموضوع؟ العلامات استفهام حول ما قلت بأنه تبنى التفجير ولكن لا نعرف شيء عن اسمه، لم ينشر التنظيم صورته أو ولم يوفر أي تفاصيل إضافية عما حدث. هذا ما ذكر بوسائل الإعلام وهذا ما ذكرته حضرتك. ما الذي يرجحه هذا الواقع اليوم بأنه تبنى هذا الهجوم فقط ليقول بأنه أنا موجود أنا لازلت قويا؟ هنالك إجماع وهنالك تحذيرات أيضا من قبل أجهزة الاستخبارات البريطانية بأن بريطانيا هي مهددة وسوف تشهد عمليات دموية ربما تعود في بريطانيا إلى عقد السبعينيات عندما كانت تتعرض إلى عمليات من الجيش الإيرلندي السري. التحذيرات كانت موجودة، إضافة إلى أنه تقديرات الاستخبارات المركزية أيضا ذكرت بأن عام 2017 هذا العام سوف يكون عام سيء إلى أوروبا. التنظيم يستهدف أوروبا طيب كون بريطانيا هو اعذرني بس لأنه لنستفيد من الوقت، كون بريطانيا واحدة من أكثر الدول الأوروبية المهددة كما قلت، كيف سيؤثر هذا كان نظرة بريطانيا الداخلية في موضوع بريكزيت؟ هل ممكن أن يعيد الحسابات، ليس بالضرورة طبعا لتغيير موضوع ولكن يؤثر صحيح؟
هذا له تأثير كثير. الموضوع يتعلق بأنه الآن حرمت بريطانيا من منصات لتبادل المعلومات، أبرزها اليوروبول فرونتكس، إضافة إلى منصة افتراضية لتبادل المعلومات. والمشكلة التي تزيد في موقف بريطانيا تحديدا أنها الآن في وضع معلق، لم تنهي علاقتها مع دول الاتحاد الأوروبي، فهي غير قادرة حتى على إجراء اتفاقات ثنائية لتعزيز التعاون الاستخباراتي. فلذلك جاء التعاطف من أوروبا هذه المرة نعم كونها حرمت من تبادل المعلومات. فبالتأكيد، وهذا كان متوقع، هذا كان شكرا متوقع ما تحصل له من ثغرات أمنية في بريطانيا. نعم، دائما. شكرا لك سيد جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، على هذه المشاركة من بون.